رغم الجاهزية الطبية للحارس الكبير محمد الشناوي إلا أنه لن يكون موجودا مع النادي الأهلي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة يوم 4/6 الأحد القادم بإذن الله. مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي عنده استراتيجية معروفة، مش بلاعب لاعب إلا لو كان متأكد من جاهزيته الطبية 100%. محمد الشناوي كان عنده إصابة في السمانة، هو يعني الحمد لله خف منها تماما، لكنه دخل التدريبات لسه من أيام قريبة جدا، وبالتالي عقد مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي جلسة وقال له فيها ان انا محتاجك اكتر تكون موجود في مباراة العودة، مش عايزين نجازف بيك في مباراة الذهاب ويحصل لقدر الله اصابة وافتقدك في مباراة العودة. فبالتالي يبدو ان محمد الشناوي مش هيكون موجود مع النادي الاهلي في هذه المباراة، وطبقا لسياسة مارسيل كولر ايضا يبدو ان مصطفى شوبير هو اللي هيكون اقرب لحراسة مرمى النادي الاهلي في هذه المباراة، لان علي لطفي برضو زي ما احنا عارفين لسه راجع من اصابة، هو ايضا جاهز طبيا لكنه رجع من اصابة في شد بالعضلة الخلفية في مباراة النادي الاهلي امام نادي انبي تم استبداله فيها، اخذ راحة اسبوع وعاد للتدريبات من جديد، لكن بنسبة تفوق 90% مصطفى شوبير هو اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي في المباراة التاريخية امام الوداد المغربي. كل التوفيق بإذن الله لمصطفى شوبير، هو قد المسؤولية وإن شاء الله في دعم جماهيري كبير من جماهير النادي الأهلي للحارس الصاعد اللي ظهر بشكل ممتاز في المباراتين الماضيتين للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري اللي شارك فيهم مصطفى شوبير بشكل كويس جدا ونال ثقة الجماهير على أثرهم. طبعا هو كان من الموسم الماضي واضح إن في ثقة متبادلة ما بينه وما بين جماهير النادي الأهلي، وجميع المدربين بتشيد بإمكانياته الكبيرة. طبعا هيغيب عن النادي الأهلي في هذه المباراة غير محمد الشناوي 9 لاعبين آخرين، غيابات فنية وغيابات لمجموعة من اللاعبين الصاعدين في النادي الأهلي. اللعيبة اللي هتغيب أو تأكد غيابها عن النادي الأهلي في هذه المباراة هم أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد فخري، رأفت خليل، محمد أشرف، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، برونو سافيو، وشادي حسين. طبعا النادي الاهلي متواجد في معسكر مغلق ضمن الاستعدادات للمباراة، وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ان الفريق يدخل في معسكر مغلق حتى موعد المباراة باذن الله. النادي الاهلي حصل على موافقة الامن لحضور اكتر من 50,000 متفرج، جمهور النادي الاهلي باذن الله يؤازر فريقه في هذه المباراة، ويقدر النادي الاهلي يحقق فوز مطمئن في هذه المباراة قبل مباراة العودة يوم 11/6. على فكرة دي تالت مرة تقام المباراة النهائية، تالت مرة على التوالي تقام المباراة النهائية على مركب محمد الخامس بالمغرب. 2021 النادي الاهلي فاز على كايزر تشيفز جنوب افريقي، كانت المباراة في مركب محمد الخامس. 2022 خسر النادي الاهلي امام الوداد، وكانت المباراة ايضا على مركب محمد الخامس، ويشاء القدر ان النهائي الثالث يكون ايضا ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد على مركب محمد الخامس، لكن المرة دي باذن الله النادي الاهلي هيعود لذكريات 2021 وهيشيل الكاس باذن الله. قائمة النادي الاهلي لمباراة الذهاب امام الوداد المغربي بنسبة 99.9%. في حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. في الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وخالد عبد الفتاح. في خط الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات، احمد قندوسي، ومحمد مجدي قفشه. وفي خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف طاهر، محمد طاهر، بيرسي تا، ومحمد عبد القادر. النهاردة نادي الزمالك عمل مباراة ودية خاضها بالبدلاء والصاعدين امام منتخب اليمن، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1. بدأ نادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، احمد محمود، مصطفى الزناري، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، عمر جابر، عمرو السيسي، احمد بالحاج، مصطفى شكري، سامسون اكينولا، ومحمد صلاح. الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري، سيف جعفر بدلا من سامسون اكينولا، عبد الله محمد بدلا من احمد محمود. كده دفع الجهاز الفني بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني وعمرو السيسي وعبد الله جمعة. تقدم اليمن بهدف. بعد كده نجح لاعب نادي الزمالك الشاب موليد 2003 الظهير الايسر مصطفى شكري في احراز هدف التعادل لنادي الزمالك. طبعا النهارده كان عندنا مباراه مهمه جدا تخص نادي الزمالك، كانت ما بين نادي بيراميدز ونادي فيوتشر. ليه تخص نادي الزمالك؟ علشان نادي بيراميدز ونادي فيوتشر هما اصحاب المركزين الثاني والثالث، وبالتاكيد احنا
يعني كان عندنا امل ان نادي الزمالك يوصل للمركز الثاني او على اقل تقدير المركز الثالث للمشاركه في البطولات الافريقيه الموسم القادم. يبدو ان دوري ابطال افريقيا ابتعد بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك هذا الموسم ان يشارك فيه نادي الزمالك الموسم القادم. نادي بيراميدز النهارده حقق فوز على نادي فيوتشر بهدف نظيف، هدف جميل جدا سجله مصطفى فتحي. الفوز ده رفع رصيد بيراميدز من النقاط للنقطه رقم 61 من 29 مباراه. نادي الزمالك في المركز الرابع عنده 50 نقطة من 29 مباراة أيضا، الفارق ما بين بيراميدز والزمالك 11 نقطة، الموقف بقى في غاية الصعوبة إن نادي الزمالك يقدر ينافس على المركز الثاني. المركز الثالث لسه أعتقد المهمة قريبة، 54 نقطة عند فيوتشر، يعني 4 نقاط فقط لغير بتفصل نادي الزمالك عن نادي فيوتشر. أتمنى بإذن الله إن نادي الزمالك ما يعملش فصوله الباردة في المباريات القادمة ويلحق على أقل تقدير المركز الثالث. طبعا كان في مباراة النهاردة أيضا مهمة تخص صراع القاع، ماركو تعادل سلبيا 0-0 أمام سيراميكا كيلوباترا، فاركو رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 41 في المركز السادس، بينما رفع سيراميكا كيلوباترا رصيده من النقاط للنقطة رقم 32 في المركز رقم 13. المباراة بصراحة سيراميكا كيلوباترا بقيادة مديره الفني اللي بيقود سيراميكا كيلوباترا للمباراة الثالثة كابتن حلمي طولان أضاع وابل من الفرص طوال احداث المباراه، محمد عنتر يعني ضيع في الستة ياردة فرص لا تضيع، لكن في النهايه خرجت المباراه بالتعادل السلبي علشان يظل سيراميكا كيلوباترا تحت النادي الاسماعيلي اللي في المركز ال 12 برصيد 33 نقطه. طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم كما هو متوقع وزي ما قلت لحضراتكم قال انه جاله بالفعل يعني ما يفيد ان النادي الاسماعيلي بيعترض على مشاركة فاروق نور الدين لاعب المقاولين العرب في المباراة الماضية اللي جمعت ما بين الاسماعيلي والمقاولين بسبب حصوله على 3 انذارات. بيقولوا ان هم راجعوا الموقف ولقوا ان فاروق نور الدين مشاركته سليمه وان ما عندوش 3 انذارات ولا حاجه، زي ما قلت لكم حتى والله العظيم لو كان عنده 3 انذارات كانت هتعدي، ما احنا عارفين الامور دي في الدوري المصري بتمشي ازاي، ماشي حالك كله ماشي. طبعا الاسماعيلي عنده مباراه مهمه جدا قدام طلائع الجيش يوم الخميس القادم، طلائع الجيش هيبقى في المباراه دي يا قاتل يا مقتول. اخر فرصة لطلائع الجيش، طلائع الجيش في المركز ال 17 عنده 26 نقطة، النادي الاسماعيلي في المركز ال 12 برصيد 33 نقطة، خلاص يعني انا ان شاء الله بطمن جماهير النادي الاسماعيلي مفيش اي قلق عن الفرقة السنة دي، لكن علشان نبقى مطمنين بنسبة 100% لازم نوصل للنقطة رقم 37. النادي الاسماعيلي هيغيب عنه في هذه المباراة احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى اللي كان بدل في المباراة الماضية بسبب بعض الشكوى من الام في العضلة الضمة، وهيعود من جديد لحراسة المرمى محمد كوكو. هيعود في هذه المباراة ايضا محمد هاشم اللي غاب عن المباراة الماضية بسبب تراكم الانذارات، وفي الاغلب باذن الله هيعود ايضا النجم عبد الرحمن مجدي بعد شفائه من الاصابة اللي غيبته عن مباريات النادي الاسماعيلي في المباريات الماضية المهمة. عبد الرحمن مجدي قوة هجومية مهمة جدا جدا للنادي الاسماعيلي. مجلس الادارة بتاع النادي الاسماعيلي عمل مكافأة اجادة للاعبين بعد نهاية مباراة المقاولين العرب بالتعادل 2-2. اعتقد ان مكافأة الاجادة دي مش بسبب التعادل لكن بسبب الاجواء والظروف اللي اتحط فيها لعيبة النادي الاسماعيلي في هذه المباراة والظلم التحكيمي اللي الكل اجمع عليه، لكن في النهاية اللعيبة كانوا رجالة واستطاعوا ان هم يسجلوا هدف التعادل عن طريق النجم محمد الشامي في الثواني الاخيرة. محمد الشامي وصل لهدفه الثامن مع الدراويش هذا الموسم كهداف اول للنادي الاسماعيلي، يليه فراس شواط اللي سجل ايضا هدف في مباراة المقاولين العرب وصل بيه لهدفه رقم 7، بقالنا كتير والله العظيم ما بنشوفش راس حربة في النادي الاسماعيلي بيصل ليه 7 اهداف رغم انه يعني رصيد متواضع في النهاية، لكن الحق يقال فراس شواط لم يبدأ الموسم مع النادي الاسماعيلي وكان بعيد اصلا بقاله فترة عن المشاركة وعن لياقة المباريات. لو اول مره تشوفني يا ريت تدعمنا، اشترك في القناه، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو، انديتنا الجماهيريه ستظل اولا وفوق الجميع. اشوفكم على خير، شكرا ليكم ومع السلامه.